هوندا كار بموديل 2022 نتكلم بالتحديد عن نسخة السبورت بمحرك 2.0 2000 سي سي. نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن تفاصيلها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. متابعينا غاليين، تغطيتنا لليوم من صالة عبد الله هاشم، وكيل سيارات هوندا بالمملكة. نستعرض مع بعض هوندا كورد بموديل 2022، نتكلم بالتحديد عن نسخة السبورت. أكيد تعرفونها اللي هي فيت الفل كامل، مواصفاتها ما شاء الله كثير ومزاياها عالية. طبعا ما شاء الله سعر السيارة ب 133,000 ريال. اللي حاب يتواصل مع الزملاء خدمة المبيعات، أرقامه مباشرة بخانة الوصف، تقدرون تستفسرون عن كل السيارات اللي موجودة بصالة العرض. طبعا مثل ما انتم عارفين هوندا كورد بنسخة السبورت تجي فيها مواصفات ما هي موجودة في باقي الفئات أو باقي المواصفات الطرازات. ما شاء الله مواصفاتها جدا عالية. طبعا ما شاء الله هوندا كورد مصنفة كأفضل سيارة سيدان متوسط الحجم من ناحية المزايا والمواصفات والأمن والسلامة وأشياء كثيرة. نجي للواجهة الأمامية. أول حاجة تلاحظون الإضاءات اللي جاية هنا الـ LED، أكيد بالنسبة للعالم الواطي كله LED مع خاصية الليد النهاري، حتى إشارة الانعطاف جاية LED. حساسات أمامية طبعا موجودة، منتشرة 4 حساسات أمامية، رادار أمامي، الشبكة الأمامي طبعا مثل ما أنتم ملاحظين جاي باللون الأسود لماع، على تطعيمات كروم بشكل بسيط والجزء السفلي بشكل كامل. طبعا اول حاجه ما شاء الله السياره فيها مواصفات جدا كبيره. هنا ملاحظين خط الكروم اللي ممتد بهذا الجزء منتهي معنا بالجزء الثاني بشكل كامل، كشاف ضباب LED. اما بالنسبه للجزء الجانبي فاول شيء تلاحظونه بفيت الفل كامل الجنب، طبعا جاي باللون الاسود واللون الفضي. طبعا هذا هو تصميم الجنب. وهنا كاميرا جانبية، أكيد هذه هي كاميرا جانبية. خاصية الدخول الذكي والمتعارف عليه بالبصمة موجود على باب السائق والراكب الأمامي، فتحة بالسقف أكيد موجود عليها. طبعا خط من الكروم يبدأ معنا بهذا الجزء ينتهي معنا بالجزء الثاني بشكل كامل. الزعنف اللي موجودة بالخلف باللون الأسود دلالة على نسخة السبورت. طبعا ما شاء الله نسخة السبورت أغلب الأجزاء اللي فيها باللون الأسود. الجناح خلفي طبعا جاي ما شاء الله بشكل سخيف وبسيط. هنا كاميرا خلفية، حساسات خلفية، فتحتين للعادم. طبعا شعار الفئة اللي هي السبورت 2.0 تيربو ما شاء الله بأرقام جدا عالية. ذا الحين بنشوف أرقام المحرك بشكل كامل. تقييم استهلاك القود كل لتر بنزين طبعا تمشينا 14.3 كيلو، التقييم جيد جدا. بنزين 91، دفع أمامي 2022 2.0 طبعا هوندا كورد. رايكم فيها طبعا ما شاء الله هذه التفاصيل وأرقام المحرك فيها، الحاب يصور الشاشة. طبعا هنا سعر السيارة شامل الضريبة ب 153,000 ريال، وهذه باقي تفاصيله. طبعا ما شاء الله مقاس الجنط، هنا مقاس الجنط فيها. الحين ندخل داخلية هوندا كورد ونكمل باقي التفاصيل المهمة. قبل ما نشوف باقي التفاصيل خلونا نتكلم عن تفاصيل الريموت. طبعا هذا الريموت أكيد فيه الفتح والإغلاق وفتح الشنطة بالإضافة لتشغيل عن بعد، وهذا الجزء الخلفي. هنا طبعا مقابض داخلية كروم بشكل كامل، طبعا تحكم بالنوافذ كروم، مساحات تخزين. هذا الجزء طبعا ما شاء الله بلاستيك لكن طري شوي، وهنا جلد كامل، جلد كامل. تكايه بالوسط فيها حاملات اكواب 2،
يا فتحات تكييف الخلف، منفذ لليو اس بي اكيد للشحن، مراتب جلد طبعا ما شاء الله فيها، خاصيه الايزوفيكس او تثبيت لمرتبه الاطفال، بالاضافه ليش هذه ارباقات خلفيه، حتى المراتب طبعا ما شاء الله فيها ارباقات. طبعا نظرة سريعة، ما شفنا الشنطة الخلفية بس نظرة سريعة المساحة. طبعا هذه المساحة الخلفية تعتبر مناسبة جدا، كمساحة خلفية تعتبر جدا جميلة. خلونا نرفع هذه للسبنة، طبعا جنوط كروم، الفرشات هذه، البطانة الداخلية بشكل كامل موجودة عليها، وندخل في داخلية أفضل سيارة سيدان ما شاء الله. هذه المرتبة التحكم فيها بشكل كامل، وهنا نوافذ كهربائية، القفلة المركزية، طي المرات الجانبية، ذاكرة خاصة بوضعيات المراتب. طبعا هنا ما شاء الله تصميم كاربو فيبر، وهنا جلد مثل ما ذكرنا، هنا بلاستيك مثل ما قلنا في البداية، والسماعات اللي موجودة بالجزء العلوي والجزء السفلي. غطى المحرك، نظرة سريعة على المحرك، وهذا هو المحرك. طبعا ما شاء الله هذه أرقام المحرك فيها، ما شاء الله 247 حصان، والعزم ما شاء الله 370 نيوتن، مقاس الجنب 18 انش. طبعا هنا فتح الشنطة الخلفية، وهنا الحساسات، طبعا هنا بهذا الجزء تراكشن، هنا تهول، طبعا هنا التحكم بالاضاءات. خلونا نقفل الفليشر اول شيء، ما شاء الله باللمس. وهذه الداخلية شاشة، طبعا ما شاء الله هنا شاشة، عداد RPM. نبدأ بالشاشة، طبعا الشاشة ما شاء الله فيها خاصية الملاحة، موافق الملاحة، وفيها الـ USB والبلوتوث، بالإضافة للتطبيقات اللي هي خاصة بالأبل كار والأندرويد أوتو وتطبيقات الجوال بشكل كامل موجودة هنا. وهنا التكييف أكيد لمس، شاحن لاسلكي هنا أكيد، المكيف طبعا المناخ منفصل ما بين السائق والراكب. هنا الزر ما شاء الله جاي بشكل جميل باللون الأحمر، طبعا تشغيل السيارة أكيد. الجير طبعا أزرار المتعودين عليه في سيارة هوندا كور بفئة الفول كامل، أزرار بالإضافة لزر الإيكو والسبورت. البريك إلكتروني، فيها الأوتو هولد هنا، وهنا حاملات أكواب اثنين، وهذه المساحة الداخلية أكيد في الدرج. وهنا تصميم الكاربو فيبر بشكل كامل مثل ما أنتم ملاحظين، إرباقات أمامية، إرباقات جانبية، كلها إرباقات ما شاء الله. إضاءة داخلية هيلوجين، بيت للنظارة، شماسة فيها مرايات، إضاءات طبعا أوتو، وفيها مستشعر للمطر. المساحات تشتغل معك في حال نزل المطر، تشتغل معك المساحات بشكل كامل. وهذه هوندا كورب بموديل 2022 بفئة الفل كامل، أعلى نوع تبريد تصميم بالمراتب موجود عليها. كل التفاصيل المهمة تكلمنا عنها، أتمنى التغطية نالت إعجابكم. في النهاية لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالأيام الجاية. طبعا ما تكلمنا عن الدركسون، ما شاء الله حفاظ على المسار، خروج عن المسار، بالإضافة لمثبت السرعة، تحكم بعداد الرحلات، التحكم بالشاشة طبعا بهذا الجزء، أوامر صوتية والرد على المكالمات والبلوتوث بهذا الجزء. طبعا ما شاء الله تعطيك جميع انواع اللثاء، طبعا هنا مثبت السرعه، جميع انواع التنبيهات تعطيك بهذه الشاشه،
وهنا الصوت رفع أو تنزيل، وهذه في النهاية أكيد الصوت رح يهمكم. ما شاء الله سمعتم الصوت، صوت طرب ما شاء الله. في أمان الله. ترك صوم مكسب الجلد. التكييف هنا، التكييف.